خلينا نحاول نفهم المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. صباح الخير على حضرتك أستاذة حنان. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا باسم، يسعد صباحكم. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. احنا عايزين نعرف من حضرتك يعني التفكير كده واحنا بنتحدث عن الأرقام، في زيادة حصلت في العديد من برامج الحماية الاجتماعية، ويمكن هذا الخبر كان بيتناول بالحديث بشكل مفصل أكثر برنامج تكافل وكرامة. هذا البرنامج زاد عدد الأسر المقيدين فيه وزاد بالتالي عدد المستفيدين من ورائه. هل ده بيعطينا لمحة عن الأولوية الخاصة بالقيادة السياسية بالنسبة لتدبير النفقات أو توجيه المخصصات المختلفة المالية خصوصا في فترات الأزمات الاقتصادية؟ طبعا الكلام ده مظبوط جدا، وعايزة بس أقول لك على حاجة، أن أعظم دول العالم عندها مشكلة مع كبار السن والمتقاعدين ومع الغير قادرين عن العمل، والدول اللي بتحاول للدول الأوروبية العظمى ان هي تخفض من المخصصات اللي معطاه لهم، وعشان كده بيبقى في اعتراضات متواجدة في الميادين، وحصل وشفنا عبر التلفزيون في الفترات اللي فاتت في اعظم دول اقتصادية. طبعا زي ما حضرتك ذكرت احنا عندنا برامج الرعاية الاجتماعية وملف جدا مهم عند الدولة وعند القيادة السياسية، زي ما سارة قالت ان في 31 مليار جنيه زادوا في الموازنة بتاعت 2022 مقابل 3.4 مليار جنيه في 2015، وطبعا دي موجهة يعني كبار السن غير القادرين على العمل، ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الأمراض المزمنة والأسر الفقيرة، ومساعدة كمان أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة. طبعا لازم كمان نهتم بالمرأة، المرأة ليها برنامج خاص بيها اسم مسطورة، مسطورة دوت بيهتم بتدريبها وإن هي تنتج وتسوق منتجها وتشتغل من البيت عشان خاطر ما تبعدش عن أسرتها وتقدر إن هي تعيشهم عيشة حياة كريمة. ده مش بس كده، لو انت يعني اتحركت في القاهرة والمحافظات هتشوف العشوائيات وازاي تطورت. على فكرة ده بيساعد على انخفاض الجريمة، مش لو بس طبعا. لا كمان بيهتم بتدريب الشباب، وشفنا المدارس نوع من التطهير يا أستاذة حنان، فعلا هو نوع من التطهير. طبعا طبعا، وطبعا شفنا البرامج اللي هي تتعلق بالتعليم الفني والاتجاه الى زياده المدارس التعليم الفني عشان خاطر يبقى في شباب طالعين للعمل وعندهم خبره ومتدربين تدريب جيد، ويلاقوا كمان فرصه عمل يساعدوا بيها نفسهم ويساعدوا بيها اسرهم. طبعا ملف العمل والتدريب ده انا من وجهه نظري حاجه مهمه جدا. طبعا ده من النتائج والتاثيرات المهمه. عايز اعرف من حضرتك برضو من وجهه نظرك يعني عن التاثيرات الكبيره للمبادرات القيادة السياسية الخاصة مثلا بالحماية الاجتماعية، شايفة التأثير الأكبر على مين وفي مجالات إيه؟ طبعا عندنا مخصصات لبرنامج الحماية الاجتماعية، زيادة معاشات مصروفة، مساهمة في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير فرص عمل للسيدات ومساعدتهم في مشاريعهم، اهتمام بأبناء يعني الأسر الأولى بالرعاية، لأنهم زي ما بقول لحضرتك الأبناء دول هم الأسرة، فإنك أنت تهتمي بيهم وتهتمي بتعليمهم وتهتمي بتنشئتهم وبتهتمي بفرص العمل المتاحة ليهم، فأنت كده بتخلقي جيل سوي هيطلع بقى شايف الدولة وشايف الإتاحات اللي فيها عمره ما هيبقى عنده أي اعتراض، وشايف كمان إن احنا رايحين إلى انتعاشة اقتصادية، وشايف بعينه مش بيتحكي له أو مش مثلا يعني حد بيقول له الكلام ده أقوله، لا هو شايف ولامس وعارف، وبإذن الله يعني هيبقى أكيد. فيه المزيد من يعني الرعاية الاجتماعية ومد شبكة الرعاية لكافة المحتاجين. أكيد يا أستاذة حنان احنا واثقين في ده. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية.